إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الالتهابات الشائعة عند الأطفال. تعتبر الالتهابات من أهم الأسباب الأمراض، وأيضا ممكن الالتهاب يسبب الوفيات عند الأطفال. يعني أي التهاب لا أحد يهمله من طرف الوالدين، الأم من الضروري يعني تشيك على جسم الطفل. في العقود أيضا الأولى من هذا القرن كانت الالتهابات تفتك بالكثير من الأطفال، إلا أنه مع تقدم العلم ووجود التطعيمات لكثير من الأمراض الوبائية تم السيطرة على الكثير من هذه الأمراض، وأصبحت يعني الإصابات بها قليلة، ومن أمثلتها مرض الكزاز وأيضا مرض الخناق، وأيضا في أمراض اسمها الطاعون والجدري، وأيضا يعني في أمراض كثيرة وغير ذلك من الأمراض. ومع هذا فإنه لا يزال هناك الكثير جدا من الأمراض والالتهابات التي تصيب الأطفال. لذلك يتوجب على الوالدين معرفة نبذة مختصرة عن الكثير عن هذه الأمراض، يعني أكثر الأمراض شيوعا موجودة، لكي يتمكنوا من مساعدة أطفالهم والاعتناء بهم في يعني في الفترة القادمة. إذا كان يعني إصابة مؤكدة في الطفل، من الضروري جدا يكون الأب والأم مثقفين من هذه الناحية لكي يتم فعل التدابير المهمة في مصلحة الطفل. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.